الحقيقه في زمن الاحتراف اللي احنا بنعيشه طبيعي جدا، مش بس على مستوى الانديه المصريه، على مستوى كل الانديه في العالم، نجوم كتيره جدا بتتنقل من نادي لنادي وتلبس تيشيرت فريق، تحقق معانا نجاحات وتروح لنادي تاني. لكن حاله الارتباط الكبيره جدا اللي ممكن تلاقيها بين لعيب ونادي لعب فيه ومثله فتره من فترات وسابه ومشي ولعب او كمل مشواره في حته تانية، صعب انها تتكرر مع انديه زي الاهلي. يعني انا بشوف كتير جدا من نجوم الاهلي اللي لعبوا فيه، وعلى فكره في منهم نجوم ما قعدوش كتير، في نجوم ارتبطوا بالاهلي لموسم او موسمين وحققوا فيه نجاحات ومشي وراحوا حته تانية، لكن مع كده ظل ارتباطهم بالاهلي وجماهيره لفترات طويله جدا. انا هكلم حضراتكم على واحد من الاساطير، الحقيقه الاساطير الهجوميه، روس الحربه المميزين جدا اللي كتبوا تاريخ، وكان حب وانتمائه للنادي الاهلي وكانه تربى فيه من وهو صغير. قصته كانت غريبه جدا، ابتدت بمفارقه عجيبه جدا في سيزن شاف فيه جمهور النادي الاهلي انه هذا الشخص مش مؤهل انه يشغل المركز ده بجداره. بكلم حضراتكم على امادو فلافيو اللي يمكن في اول موسم ليه في الاهلي كان بيصادفه سوء حظ غريب جدا وسوء توفيق، وبفتكر انه بيتهيألي مع بدايات مشاركته مع النادي الاهلي ما جابش غير جون واحد في المحله وكان جون غريب شويه، لكن بعد الموسم ده سبحان الله تألق غير عادي، مساهمه في احراز عدد كبير جدا من الاهداف المميزه، مصدر خطوره اساسي وخطير الحقيقه في فريق النادي الاهلي، شكل مع مثلث الهجوم في التوقيت ده متعب وبركات وابو تريكه، مثلث رعب الحقيقه لكل انديه افريقيا مش بس الانديه المصريه. نجم انجولا امادو فلافيو معانا في قناه النادي الاهلي وفي السادسه على وجه التحديد من خلال سكايب. فلافيو برحب بيك في قناه النادي الاهلي. متشكر جدا، دايما سعادة ورضا كبير ان اكون موجود في قناة النادي الاهلي وان اكون بتكلم مع الشعب المصري، دي حاجة مبسوطة جدا ليا. خلينا بس نعرف اخر اخبارك، يعني بعد ما انتهت او انتهى مشوارك مع النادي الاهلي، اي طريق انت اخترته لنفسك وانت فين حاليا؟ بعد ما خرجت من الاهلي رحت نادي الشباب في السعوديه، لعبت هناك موسم او موسمين، لعبت هناك موسمين، لكن مع الاسف جات لي اصابه شديده، وقعدت موسم او سنه اعمل العلاج والتاهيل بتاعي ورجعت لانجولا، لعبت سنتين في بيترو وانهيت حياتي المهنيه كلاعب كره هناك. في اللحظه الحاليه انا موجود في بيترو كمدرب مساعد بقالي 5 سنين في فريق بيترو لواندا، والامور ماشيه بصوره طبيعيه وماشيه كويس الامور. كل التوفيق ليك. خليني اعرف، هل ما زلت على تواصل مع جيلك او لاعبي جيلك من النادي الاهلي او حتى مع المسؤولين في النادي الاهلي، ولا بمجرد تركك للفريق انقطع الاتصال؟ في تواصل مع زمايل ليا اللي بنتقابل ساعات عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، بتكلم اكتر مع وائل جمعه وغيره من الزمايل، وطبيعي لما بشوف حد على مواقع التواصل الاجتماعي بنتبادل التحيات وبنتكلم اكيد وبنسترجع الذكريات مع بعض. طيب خليني اتكلم على تجربتك مع النادي الاهلي فلافيو، يعني انا بتهيالي انك كمهاجم او كراس حربه في النادي الاهلي كانت البدايات بالنسبه لك صعبه الى حد كبير، ازاي قدرت انك انت تعمل التحول او تتجاوز حاله عدم التوفيق اللي صاحبت بداياتك مع النادي الاهلي عشان تكون واحد من اهم المهاجمين في النادي على مدار تاريخه؟ انا ممكن اتكلم عن اول موسم ليا في الاهلي، كان موسم
انا جيت من النادي اللي كنت فيه وطلعت منه للنادي الاهلي، كان طبيعي اني بحرز اهداف وكان حياتي اني بحرز اهداف، لكن في الاهلي انا ما حرزتش اهداف في الموسم الاول بس، لكن كاداء لعبت باداء كويس، لكن المشكله كانت في التهديف. فأنا كنت بقى أكتر بعمل أسيست لزمايلي من إني أهدف، لكن في كرة القدم فيها لحظات زي دي أنا ممكن ما حرزتش أهداف، لكن كان فعلا إن أنا كان راس حربة متعاقده معايا، كان لازم عشان أحرز أهداف. إزاي قدرت يعني تتخطى المرحلة الصعبة دي، وإيه كان دور الجهاز الفني أو بالتحديد دور مستر جوزيه معاك عشان تتجاوز الـ 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 الكبوة إنجاز التعبير يعني في السيزن الأول؟ كان دور مستر مانويل جوزيه أساسي معايا، هو مدرب لما وثق فيا في إمكانياتي في قدراتي، وقال لي إن كمان زمايلي عارفين إيه هي مقدرتي وإيه هي قيمتي كلاعب، فلازم أكون أنا نفسي أثق في نفسي وأكمل في شغلي. فأنا كان معايا ثقة مستر مانويل جوزيه اللي قبل ما أروح الأجازة في الموسم ده قال لي ما قلقش نروح كأس العالم وألعب كويس هناك، ولما أرجع هكمل كلاعب في النادي الأهلي. ده كان مهم بالنسبة لي، الثقة اللي بتجيلي من المدرب بتاعي. طب لو كلمت على روح الفريق، أنا بيتهيألي إنه الجيل اللي أنت لعبت فيه يعتبر واحد من أفضل أجيال النادي الأهلي بالحسابات وبالأرقام، عدد كبير جدا من البطولات وخصوصا بطولات أفريقيا، مشاركة في كأس عالم الأندية في أكتر من مناسبة، الفرقة كانت فيها عدد كبير جدا من النجوم. إيه كانت طبيعة العلاقة بينكم وبين بعض؟ إيه هي الكواليس اللي كانت بتدور بينكم في غرفة الملابس؟ وإيه طبيعة المنافسة طبعا بالتأكيد بما أن احنا بنتكلم على عدد كبير من النجوم؟ أنا أعتقد أن اللاعبين الجيل دوت في نادي الأهلي في الفترة اللي لعبت فيها ما كانوش بس الأحسن في الأهلي، أنا شايف أنهم كانوا الأحسن في مصر كلها، أنهم قدروا يحصدوا بطولات ونتائج كبيرة حتى مع المنتخبات ومع النادي كمان، فالعلاقة كانت كويسة جدا، علاقة صداقة، أنا كنت علاقتي كويسة مع كل الناس، هو كنا مجموعة منغلقين على نفسنا يعني علاقتنا شديدة مع بعض قوية، وكنا منظمين جدا. طب خليني أسألك على أهم بطولة أو أصعب بطولة قدر فلافيو يحققها مع النادي الأهلي من وجهة نظرك طبعا. مباريات الدوري عامة كان فيها قوة وتحدي كبير، كان فيه بطولات دوري كنا بنتخطاها، بطولات بفرق نقط كبير على المركز الثاني، لكن آخر لقب خدته مع النادي الأهلي كان في نهائي فيه مع النادي الإسماعيلي، كان أصعب لقب ده اللي كان أصعب لفرقتنا. ده بيتهيألي كان دوري 2009، كان ماتش فاصل بين الاهلي والاسماعيلي في ملعب المجد. طيب انا يهمني جدا استرجع معاك واحده من اغلى البطولات او واحد من اغلى الاهداف اللي بالتاكيد انت كان ليك دور رئيسي ومشاركه فيه، ويهمني انك انت تحكي لي عن ظروف الماتش ده بالتحديد، وعن ازاي الجول ده قدر الاهلي انه يحرزه في اللحظات الاخيره، وكان ايه احساسك انت شخصيا بعد احراز الهدف ده
بتكلم على ماتش الاهلي والصفاقسي التونسي في نهائي بطوله افريقيا، واللي قدر في مباراه العوده ابو تريكه انه يحرز هدف الفوز في الدقائق الاخيره من المباراه. ده حاجه من القوه اللي كانت مظهر القوه اللي كانت عندنا في الفريق، ان احنا بنشتغل دايما عارفين دايما هتظهر الفرصه. فكان الدور الثاني فعلا مباراه العوده في النهائي كان فيه تعادل 1-1 وبنلعب على ارضنا. انا شايف ان فريق الصفاقسي كان خلاص واثق من الفوز ومتاكد انه خلاص فاز بالمباراه. واحنا نفذنا الكلام اللي كان مستر مانويل جوزيه بيقوله لنا، ان اي وقت هتظهر الفرصه فلازم نكون مركزين دايما ومنتبهين، لان في اي لحظه هنكسب الماتش، وده اللي حصل. احنا جبنا احرزنا اهداف كتير في الموسم ده وفي المواسم اللي قبله بنفس الطريقه، بشوطه مثلا من مدافع او بتمريره من زميل. وانا كنت بعمل اسيست لابو تريكا انه يشوط بعض الاهداف اللي احرزها. فاحنا دايما بنشتغل ايا كان الوقت لغايه صفاره الحكم النهائيه، لازم دايما ندي اقصى حاجه عندنا وندور على الفوز. لكن في اللحظه قبل دخول الهدف، في اللحظه والكوره جايه لك وانت بتصلحها لابو تريكا، انت شخصيا كان عندك يقين انه الاهلي في اللحظه دي قادر انه يحسم البطوله لصالحه؟ فعلا ان الثقه اللي كانت عندنا كلاعبين كلنا كفريق ان احنا داخلين على الفوز بالمباراه، كل دقيقه كانت بتعدي اكيد كانت بتصعب الامر اكتر. كان بالتالي كان في الدقيقة 92 كان خلاص في نهاية المباراة في الوقت بدل الضايع، لكن الهدف كنا بنحارب علشان ان في اي لحظة بنقدر نفوز بالماتش. طب خليني اسالك، اتفضل. اكيد الوقت بيمر طيب خليني عشان الوقت اسالك على ديو من اقوى الديوتوهات الحقيقه اللي كان موجود في الاهلي، بتكلم على فلافيو وجيلبرتو او جيلبرتو وفلافيو. بالمناسبه احنا في حلقه من الحلقات السادسه كنا سالنا جمهور النادي الاهلي مين افضل الديوتوهات اللي جت في تاريخ النادي. ناس كتير اختارت بركات وتريكا، ناس كتير اختارت الخطيب ومصطفى عبده، وناس كتير كمان اختارت جيلبرتو وفلافيو. سر الانسجام ده من وجهة نظرك اللي كان بينكم، هل فقط الجنسية ولا كان فيه عوامل تانية؟ أنا كلمت دايما عن علاقتي أنا وجيلبرتو، إن إحنا كنا تقريبا على طول مع بعض في بيتر لواندا ولعبنا مع بعض في المنتخب أنجولا قبل ما جيلبرتو يروح الأهلي. فاحنا كنا عارفين بعض وكنا بنلعب مع بعض في المنتخب من اول تحت 20 سنه وتحت 23، والمنتخب الاول لعبنا مع بعض، وهو كلاعب وزميل ليا احنا عارفه وعارفين طريقه لعب بعض، وطبيعي ان احنا يكون في تفاهم بيننا في بعض اللعبات وبعض الجمل. بمناسبه الكلام على الكره الانجوليه وعلى اثنين من نجوم انجولا، حاليا بيلعب في الاهلي جيرالدو، واحد من نجوم كان من نجوم طبعا بريميرو دي اوجوستو، دلوقتي بيلعب في نادي الاهلي. هل بتشوفه؟ هل بتتابعه؟ ازاي بتقيم مستوى جيرالدو مع النادي الاهلي؟ انا شايف ان بعد عوده الدوري انا شايف ان هو بيلعب اكتر وبيلعب اساسي. فانا شايف انه بيحسن من ادائه كمان وبيتحسن. طبيعي انه هو في انجولا كان عنده مساحه اكتر للعب،
مختلفة تماما عن كرة القدم المصرية، وفي مصر وعندهم مساحات أكتر للتحرك وللعب فيها. في بريميرو دي أغوستو كان الكرة دايما بتتمرر له وبيلعب على المساحة، لكن في مصر مش نفس الحكاية. إيه النصيحة اللي توجهها له يعني في الفترة اللي جاية، خصوصا أن الأهلي مقبل على ماتشات مهمة في بطولة أفريقيا؟ يعني إذا كان ليك أنك توجه نصيحة لجيرالدو، تحب تقول له إيه؟ أنه يكمل في مستوى التصاعدي من أدائه ده، وأن هو لاعب عنده مهارات كبيرة، والأمور بعد كده بشغل كتير هتظهر بصورة طبيعية. تابعت مشوار النادي الأهلي في أفريقيا فلافيو، إيه رأيك في المشوار اللي قطعه النادي الأهلي ووصل بيه لدور قبل النهائي، وإزاي بتشوف فرص الأهلي في قبل النهائي ونهائي البطولة إن شاء الله إذا ما تجاوز فريق الوداد المغربي؟ في مباريات صعبة في نصف النهائي، أنا شايف مع الوداد المغربي هيبقى ماتش صعب. أنا شايف أن الأهلي عنده لاعبين، عنده مجموعة من اللاعبين كافية أن يتخطى بها أي مباراة صعبة زي دي. بالنسبة للنهائي ممكن يقابل الأهلي في الزمالك، الرجاء أو الزمالك. المباريات هتبقى كلها صعبة، فالأهلي لازم يشتغل جدا. والأمور ما بقتش زي الأول بعد الوباء اللي في العالم، لكن أنا شايف أن عدد المباريات الأهلي عمله لغاية والمباريات لسه هيلعبها لغاية نصف النهائي، أنا شايف أنها هتساعد الفريق أنه يرجع تاني لأدائه ومستواه، وأنا بشجع الأهلي أنه يكسب بطولة أفريقيا. بشكرك، إن شاء الله يكون الفوز من نصيب النادي الأهلي. بشكرك نجم النادي الأهلي وأنجولا أمادو فلافيو، بشكرك على التواصل معنا في السادسة، وبشكر حضراتكم على متابعة اللقاء.